أول نشيد بكل الأخوان الذين تقدموا بهذه المنحة لأخوانهم مرضى فيروس كورونا الذي موزعين على مستشفيات وادي والصحراء. هذا التقديم السخي في هذه الأيام الصعبة يعتبر بالنسبة لنا كسلطة محلية أهم وقوف مع الصحة العامة، مكتب الصحة بالوادي والصحراء، وتقديم الخدمة المناسبة، لأن الكل يعرف بأن الأكسجين هو المادة المهمة لمقاومة هذا المرض وإنقاذ كثير من الناس.